بسم الله الرحمن الرحيم. تحية رياضية، تحية للجماهير الشغوفة على مدينة تيزين الرياضة، خاصة كرة القدم. الحمد لله اليوم يعني التدريب بدأت في وقت مبكر هذه السنة الحمد لله، وتنشكر المجلس البلدي لأنه فتحنا أبواب الملعب يعني عكس السنة الماضية. الحمد لله أن الآن اللبنة الأولى ديال الفريق أنا بدأت تتأسس، يعني تقريبا 60% الفريق هو جاهز بالنسبة للاعبين القدام واللاعبين الجداد. الحمد لله أن هناك عدد كبير من اللاعبين المجربين، شدينا الناس اللي غادي يعطيو الفريق يعني اللعاب اللي تنشدو راه تيكون احسن من اللعابة ديال العام اللي فات، يعني يكون اونيفو ماشي اللعاب اللي هو عادي. الحمد لله ان الابواب كانت مفتوحه جميع اللاعبين، ما يقارب 68 حد الساعه 68 لاعب دازوا في المباراه التجريبيه. شدينا الناس اللي هما كفء اللي غادي يعطيو الفريق اضافه، وكنتاسفوا اللعابه اللي ما استطاعوش انهم يتوفقوا معنا، وتنتمنوا لهم السلامة الموفقة في باقي الفرق. وكما كتلاحظ اليوم ان جميع الفئات العمرية كاينة في الفريق، يعني اللاعبين يعني من اللي قديم اللي جونيور وذلك حتى اللي فوق 40 سنة، يعني هذا دليل على ان الفريق تنفتح على جميع الفئات العمرية. ودائما تنقول بان اللي عنده الكرة في رجليه راه مرحبا به داخل الفريق، وتنتمنى من جماهيرنا تعاود تدعم الفريق هذه السنة ان شاء الله، لان الهدف ديالنا والحلم ديالنا والحلم ديال جميع الجماهير الشعبيه ديال تيزنيت اننا نحققوا الصعود ونهديوه للفعاليات ديال المدينه ونهديوه للجمهور. وتحيه رياضيه وشكرا.